أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسعي شركة بوما العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر، وأكد دعمه الكامل لأي خطوات تتخذها الشركة في مصر للبدء في التصنيع خلال لقائه مع جوهان فيليب كوالو الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية. لاستعراض خطط الشركة للتصنيع في مصر استمع مدبولي لشرح مفصل عن توقيع اتفاق مع شركة بوما العالمية لرعاية البعثة الأولمبية بالتعاون مع شركة كونكريت. ومن جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية أكد أن مصر تمتلك بنية تحتية ضخمة وبها شعب مولع بالرياضة، ما يجعلها سوقا واعدة بالنسبة لشركة بوما العالمية. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وفدا رفيع المستوى من المسؤولين بشركة إيني الإيطالية أكبر مستثمر في قطاع الطاقة في مصر. خلال اللقاء أكد بدوي أهمية الدور الذي تلعبه شركة إيني كشريك تاريخي واستراتيجي لمصر في قطاع الطاقة، ولها دور حيوي وبارز في أوقات التحديات خاصة في الفترة الحالية التي تؤكد فيها على التزامها ودعمها لجهود مصر في تنمية مواردها من الطاقة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام يأتي على رأس أولويات المرحلة القادمة بالتعاون مع الشركاء الأجانب. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لجريك ماكدينيالا رئيس شركة تاباتشي والوفد المرافق له، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخططها خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية. أعلن البنك المركزي المصري زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو الماضي بمعدل وصل إلى 73.8% لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو العام الماضي. ذكر البنك المركزي أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت خلال مايو الماضي بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق في إبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار. أرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت في 6 مارس الماضي. أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ في الشهر الرابع على التوالي في يونيو ليستكمل مسار هبوط يتوقع معظم المحللين أن يستمر لبقية العام. على الأقل توقع 17 من المحللين أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو. تباطؤ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر عند 38%، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير ليصل إلى 35.7%. وجهت الحكومة بمتابعة حالة تطهيرات الترع والمصارف في أسوان والمتابعة الدقيقة لحالة الري في منطقة وادي النقرة في أسوان خلال اجتماع لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى للاحتياجات المائية والاطمئنان على حالة الري وموقف التصرفات والمناسيب في شبكة الترع والمصارف. وجه وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بإعداد تقرير شامل عن حالة تطهيرات الترع وموقف صيانة وإحلال البوابات بغرب البحيرة، كما وجه بدراسة حالة الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلة، وإعداد تقرير عن أعمال الحماية المقترحة للجسر. انطلقت فعاليات معرض ديارنا مارينا بالساحل الشمالي تحت شعار مصر بتتكلم حرفي. سيستمر المعرض والذي يأتي تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي حتى 5 سبتمبر القادم بمشاركة 400 عارض يعرضون منتجاتهم اليدوية والمحلية والتي تحكي قصص التراث المصري. هذا ومن المقرر أن يتم تقسيم العارضين على 3 فترات، تستمر الفترة الأولى حتى 25 يوليو وتبدأ الفترة الثانية من 26 وحتى 15 أغسطس، على أن تكون الفترة الثالثة من 16 أغسطس وحتى 5 سبتمبر نهاية فترة المعرض.
بدأ عمال شركة سامسونج للإلكترونيات في كوريا الجنوبية إضرابا لمدة 3 أيام بعد تعثر مفاوضات نقابتهم مع الإدارة بشأن الأجور والمزايا. وعقدت النقابة وإدارة الشركة سلسلة من المفاوضات منذ وقت سابق من هذا العام، لكنهما لم يتمكنا من الوصول والتوصل إلى حل وسط لخلافاتهم حول مطالب زيادة الرواتب وتحسين المزايا. هددت النقابة بتنظيم إضراب آخر في منتصف الشهر الجاري في حال عدم إحراز أي تقدم في أعقاب الإضراب المستمر حتى 10 يوليو الجاري.